السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. فيديو النهارده زي ما وعدتكم عن عيوب تصنيع السلكات اللحم. وانت حبيت تشتري سلكه او ان انت تصنعها عموله، يعني لازم تاخد بالك من العيوب اللي هقولها دلوقتي دي، لان انا مجرب الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي، الحاجات اكتر حاجات ضايقتني وهقولها لك بالترتيب. قبل ما نقول العيوب، فاكرين الفيديو اللي فات اللي عملنا مقارنه بين تربيه الحمام اللاحم في سلكات وتربيه الحمام اللاحم على السايب كده؟ انا قلت لحضرتك ان انا بفضل تربيه الحمام اللاحم في سلكات كده، على الاقل لما باجي ابيع قص ببيعه لك من السلكه بكون عارف القص ده شكله ايه وتاريخه ايه وعامل ايه، لكن لو سايب مش هعرف الحاجات دي. لكن الاستاذ احمد بركات كتب لنا تعليق، الاستاذ احمد بركات ربنا يبعته بالسلامه ان شاء الله، ينزل لنا مصر ان شاء الله، هو في الكويت. لما ينزل مصر ان شاء الله نعمل فيديوهات مع بعض كويسه جدا. الاستاذ احمد بركات قال ان هو له راي تاني في الموضوع ده. يعني الاستاذ احمد بركات قال في التعليق بتاعه ان الحمام السايب مميزاتها انها بتخلي الحمامه صحتها قويه وشديده ومناعتها قويه، افضل من السلكه، وكمان بتقدر تاكل وتسقي كميه كبيره في دقيقه واحده. يعني انت طبعا هتستخدم سقايه واحده زي كده وهترمي شويه اكل في الارض، فهيكون طبعا اسهل بكتير، عنده حق في الحكايه دي. قال كمان وفي النظافه هتنظف مكان واحد، طبعا هتنظف الارضيه كده وخلاص، لكن في السلكه هيكون التنظيف اصعب بكتير. اما من عيوب التربيه الجماعيه زي ما قال الاستاذ احمد بركات، عيوب التربيه الجماعيه اللي هي زي كده، لو فرد حمام تعب وما شفتوش طبعا هيعدي بقيه الحمام لانه سايب ماشي في وسط الحمام، لكن فرد الحمام ده طبعا لو مرض في لا قدر الله في السلكه فرد تعب فهو محبوس، فانت هتقدر على طول تعرفه وتسيطر على المرض بسرعه، هتقدر تعطيها علاج فردي يعني. وكمان قال ان لو في ذكر شرس في التربيه السايب هيدخل على الحمام اللي رائد على الحصى زي كده يضربه ويكسر له البيض او يموت له الزغاليل اللي هي بتكون صغيره زي كده، ممكن لو ذكر شرس هيعمل كده. وقال كمان عيوب التربيه السايب اللي هو التنافس على العيون، يعني انت مربي مثلا في اي عيون كده الحمام الذكور بتتنافس عليها، فممكن يتعاركم ويجرحوا بعض ويموتوا بعض كمان من الضرب علشان التنافس على الاماكن اللي يبيضوا فيها. قال كمان ان من عيوب الحمام اللي في السلكات ان الحمام بيكون مناعته اضعف لانه محبوس، فبالتالي طبعا الحركه بتعمل له رياضه. في ناس بتسميها الحمام اللي هو في السلكات احيانا بيصاب بمرض بيسمى شلل الاقفاص، الحمام اللي متربي في اقفاص بتلاقيه يعني صعب الحركه، فمن الافضل ان انت تخرجه وتدخله تاني يلعب شويه وبعدين تدخله تاني، فده بيحل الموضوع ده يا استاذ احمد. قال كمان الاستاذ احمد في عيوب تربيه في السلكات ان انت مضطر تنظف درج درج كده، فطب تكون المشكله صعبه غير ان انت هتنظف في التربيه السايب مكان واحد الارضيه كلها، لكن في السلكات هتضطر تنظف سلكه سلكه، يكون الموضوع اصعب شويه. قال كمان عيب ان العيب الكبير اهدار الكلفه. اهدار الكلفه ازاي؟ يعني الحمام ده بياكل من الدرج كده فبيوقع منه، بيقع منه الاكل من الفتحات دي بيقع جوه كده في الدرج، ففي الدرج زي ما انت شايف بالمنظر ده، فده بيهدر الكلفه. لكن انا هقول للاستاذ احمد ان انا تغلبت على الحكايه دي، بحمام السايب ده بسيبه اهو على طول كده بشد له الدرج ينزل ياكل الاكل اللي في الدرج بالشكل ده، والحمام اتعود على الحكايه دي. فانت لو جبت جوزين ربطتهم على السايب بس بشرط ان يكون الاكل اللي واقع في مكان نظيف، ما يكونش الحمام عامل اسهال عليه ولا اي حاجه من دي، الحمام هياكله ومفيش فيها مشكله ديت، شفنا ليها حل ان شاء الله. ذكر كمان العيب الاخير ان الحمام في السلكات محتاج منك وقت كبير، ان انت بتغسل المسائي، لو انت بتغسل مسائي زي كده، لكن طبعا في مسائي اوتوماتيك سقايه واحده بتكون جردل واحد فوق كده وبتوصل بالخراطيم اللي انا لغيها دي، وهقول لك في الوقت الفيديو العيوب انا لغيتها ليه. اهو انا لغي الخراطيم، فهو بياخد وقت طبعا في السلكه معانا، وانت بتاكل كل فرد لوحده كده، طبعا الاكل اللي بيفيد بنرجع نقشطه، فموضوع تهدير الكلفه ده يا استاذ احمد احنا خلاص شفنا ليه حل، ما بنهدرش ولا حبايه ان شاء الله. ندخل على موضوع فيديو النهارده اللي هو عيوب تصنيع السلكات اللي هي في مصر اللي بنتكلم عنها دلوقتي عندنا هنا. يا رب الناس يشوفوني اللي هم بيصنعوا السلكات عشان يتلاشوا من العيوب دي. بعض العيوب مش هتكلفوا حاجه غير ان هي الفكره بس يعملها، وبعدها ممكن تكلفوا شويه. طبعا لو انت هتعمل سلكه برضه هتستفاد من الحكايه دي، وبرضه العيوب دي هتعملها برضه في السلكه الخشب او السلكه الحديد. اول عيب مضايقني، شوف كده، ده الدرج البلاستيك، شايف الدرج البلاستيك حايش فين؟ اهو شايف المنظر ده؟ مفيش، هو عامل الفتحه دي 5 سم، والدرج نفسه هتلاقيه 4 سم او 5 سم، لو بصينا عليه من الطرف كده اهو هتلاقي الفراغ كده هنا، مع تقل الحمام منزل الحديد او السلك نازل في حيش هنا، تمام اهو بالمنظر ده، خلاص ده بيحوش، حتى انت لو جيت تشد دي ممكن تكون رجل الحمامه مدلدله من جوه، ده عيب كبير جدا.
هتلاقي ممكن رجل الحمامة، بص الدرج بيحوش من جوه ازاي في رجل الحمامة، لو الحمامة صوابعها مدلدلة ممكن يعورها. الحمامة طبعا هربت وراحت وقفت على الطاجن، فانت خد بالك وانت بتشد الدرج ده. وهقول لك المفروض المسافة دي لو انت بتصنع يا جماعة المصنعين تخلي دي 10 سنتي بدل 5 سنتي، ارجوك اعملها 10 سنتي او على الاقل 8 سنتي. المسافة دي قليلة جدا بالشكل ده. وطبعا الحمام لو وقع حبيتين كلفة تحت وهو عامل الزرق كده زي ما انت شايف فيه فولة كده ولا حاجة، يمد من قاره بسهولة ان هو ياكلها، فاحنا عايزين نبعد عن المشكلة دي اللي هي ممكن تسبب الامراض. زائد كمان ان الدرج ممكن يتكسر، وهقول لك بيتكسر ليه. لما يجي يتشد الدرج خالص كده ويحوش في الحتة دي، هيحوش في الدبلة اللي هو رابط بيها دي، يقوم كسر الدرج زي ما هوري لك درج دلوقتي مكسور بسبب الحكاية دي. هنشوف هنا الدرج ده اللي في السلكة ده مكسور. شوف لما شدنا الدرج، شوف هنا اتحش فين، اتحش في الحديد. لا طبعا دي كمان السلكة فاضية، لما بيكون فيها الحمام بتكون اتقل من كده، دي حباسة. العيب التاني في الدرج ذات نفسه، شوف الدرج ذات نفسه، الدرج ده من نوعية رديئة، خد بالك من الشكل. الدرج ده لو بصينا عليه كده هتلاقيه ده بس متنظف امبارح، شوف من يوم واحد زي ما قلت لك الحمام هيمد من قاره. شوف الدرج معوج ازاي، دي خامة رديئة بتخلي الدرج يلف او زي ما احنا بنقول يقفع، فالتقفعة بتاعته دي بتخليه يطلع لفوق، الحمام يقدر يطول لو وقع فيه حباية ياكلها من قاره من جوه كده. ده عيب برضو، ده عيب الدرج. لكن الدرج ده من نوعية كويسة، الدرج اللي هو سادة ده غويت من هنا اهو زي ما حضرتك شايف، ده غويت الخامة بتاعته مش بتلف خالص، الخامة بتاعته عدلة مستقيمة ما فيش فيها تمويجة زي الدرج اللي قبل كده. عندي دي وعندي دي. العيب الثالث اللي هو باب السلاكة، باب السلاكة ضيق جدا، يعني بشوف المسافة انا مش عارف ان انا يعني ايه، السلاكة دي 60 في 60، لو اكبر من كده هتبقى اصعب كمان، لكن دي 60 في 60 ومش قادر ان انا اجيب اخرها من جوه بايدي، وانا بمد ايدي كده بتحاش بره، انا كتفي بيحوش هنا فمش قادر اجيبها. وكمان على الارض لو بصيت على السلكة اللي على الارض كده اهو، دي على الارض اهو خالص اهو تحت، شوف ان انا عشان اوصل ليها للنهاية بتاعتها صعب جدا، مستحيل ان انا بنام على الارض عشان اوصل للسلكة من جوه، فدي حاجة صعبة جدا. طيب حلها ايه؟ هتقول لي انت زي ما قلت لنا كده المفروض نعمل ايه. انا كنت اتمنى ان الباب ده كده يكون من فوق لتحت بالشكل ده، الباب ده لو بيفتح كده بمفصلة يفتح كله، نقدر ندخل طاجن كبير، نقدر ننظف. لا لو سلكة كبيرة مستحيل ان انت هتعرف توصل لها من الداخل، اذا كان دي ومانيش عارف اوصل لها من الداخل. لو هي الباب بتاعها كده زي اللي شفناها عند اخونا حسين في الكويت هتكون ممتازة جدا. العيب الرابع سلك الارضية يا جماعة، سلك الارضية لازم يكون قوي ويكون مسافات بينه ضيقة، يعني كده هو ده بالنسبة له هو عامله قوي، لكن ده 3 ملي يا رب يكون 4 ملي او 5 ملي مفيش مشكلة، لانه مع انه رفيع بيضغط هنا لما يكون فيه حمام وفي طاجن للبيض او طاجنين للبيض وفي سقاية مثلا زي كده واكالة، لو بيضغط هنا على المسافة دي فبيكون ضعيف، لو قوي مش هينزل كده معنا. زائد كمان السلك معمول بالعرض كده فهيكون تنظيفه صعب جدا، لكن ده لو بالطول كده هتقدر تجيب فرشة وتعمله كده بالشكل ده هينضف زي ده. شوف هنا ده بالطول كده قدامك، انا عايزه يكون زي ده مش عايزه زي ده اللي بالعرض ده. دي حاجات تاخد بالك منها وانت بتعمل سلكة. العيب الخامس الاكلة دي، شوف الاكلة دي باجي افتحها كده مش عارف افتحها ليه، هوريك ازاي دلوقتي. دي مش عارف افتحها لازم ازق ايدي كده عشان ازق الجزء اللي جوه ده، الجزء ده شوف لف ازاي، شايف لافف هنا ازاي فبيحوش كده هنا. دي من اصعب حاجة قابلتني في الاكلة، فلازم كل مرة اجي افتحها ادخل ايدي كده عشان اعرف افتحها، لازم ازق الجزء ده عشان اعرف افتحها بايدي كده. الاكلة دي سهلة في الفتح اهو، ده فرق برضو تاخد بالك منه وانت بتشتري السلكة. العيب السادس خراطيم المية البلاستيك دي، انا شلتها ليه، لان لما باجي احط دواء وغالبا انت بتكون ليك جدول وقائي فانت بتحط دواء باستمرار، فبيكون صعب ان انت توصل لها في التنظيف او السقايات نفسها، فالموضوع صعب جدا، انت بدك تغسل الجردل اللي فوق وتغسل الخراطيم وتغسل السقايات، شلتهم ودلوقتي بسقي في السقايات الفخار اللي هي العادية دي. زائد كمان ان خراطيم المية دي كانت بتسرب، طبعا معرفش ممكن يكون العيب في نوع الخراطيم اللي انا جبتها دي، لكن للامانة الخراطيم السودة دي السلكة دي كانت جايب الخرطوم الاسود ده، الخرطوم الاسود ده ما كانش بيسرب، ده الفرق يعني. العيب السابع عدم وجود تقوية للرجلين،
السلاكة متشالة على حتة سلك برضو عادية خالص، شبكة عادية زيها زي السلاكة، لكن ده أنا بعتبره من العيوب. مفروض يكون هنا تقوية، لأن طبعا متشالة على السلك ده فبيضغط هنا، ده بينزل يضغط على درج التنظيف برضو، فالدرج ده بيكون صعب، لكن أنا رافعها بخشب عشان أبعدها شوية عن الأرض. أنا عارف إن الحاجات اللي أنا قلتها دلوقتي دي العيوب دي ممكن يكون بعضها مكلف، لكن في عيوب إن هي مش مكلفة خالص، زي مثلا إن أنت توسع المسافة بتاعت الدرج دي مش هتكلفك أي حاجة، يبقى في عيوب تصليحها غير مكلف بأي حاجة، وفي عيوب تانية ممكن تكلفك شوية. كده أكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.